نظمت مؤسسة حياة كريمة أولى ندوات التوعوية الطلابية بجامعة أسيوط، وذلك تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. تأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. النهارده احنا جايين بنشرح للشباب، نشرح للطلاب ايه حياه كريمه، ايه الاهداف، ايه المحاور اللي احنا شغالين عليها. مهم جدا ان يكون طلاب عارفين كل المحاور دي وعارفين وملمين بكل الاهداف، لان المشروع هو المشروع القومي الاضخم. احنا النهارده موجودين في جامعه اسيوط مع الطلبه، هنعمل عمليه شرح لمبادره حياه كريمه. كل هدفنا النهارده ان شاء الله ان احنا نجمع اكبر قدر متطوعين من شباب جامعه اسيوط ومن جميع الشباب على مستوى محافظه اسيوط يكونوا معانا في المبادره، يشاركوا فعلا في المبادره الرئاسيه على ارض الواقع، ان احنا نوصل اكبر قدر من الخدمات لجميع اهالينا المستحقين في القرى الاكثر فقرا في اسيوط. مؤسسه بتعمل جهود في كافه المجالات، منها انشاء المدارس، انشاء مراكز الشباب، تبطين وتاهيل الترع، طبعا جهود توزيع الكراتين في المناسبات والاعياد، واحنا بنبقى متواجدين مع الناس وبنحس بكل مشاكلهم وبنوصل كل المشاكل للمؤسسه، والمؤسسه بتتعامل فورا في اي مشكله بشكل فردي او بشكل جماعي بتحلها فورا. الهدف منها توعيه الشباب في جامعه اسيوط وطلاب جامعه اسيوط عن ما يجري في مبادره حياه كريمه، ودور هذه المبادره في الارتقاء بالريف المصري والقرى الاكثر احتياجا. الحمد لله تم توعيه الشباب بالمجهودات اللي بتتم على ارض الواقع، وان شاء الله يكون ليهم زيارات ميدانيه لمشاهده هذه الامور. طلبه الجامعات المصريه كنا عايزين نوصل لهم ايه اللي حصل في مبادره حياه كريمه على مستوى كل الجامعات. اختيرت جامعه اسيوط اللي تبدا النهارده اول ندوه في 16 اكتوبر عشان الطلب يعرفوا ايه اللي حصل في القرى والنجوع والمراكز من تطوير ومشروعات جديده.